السلام عليكم ومرحبا بكم اخواني واخواتي في فيديو جديد. ان شاء الله في فيديو اليوم باش نعرفوكم كيفاش تحسب السعرات الحراريه في الاكل الخاص بك. لكن قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك معنا بالقناه كانك مش مشترك. اخي العزيز واختي الكريمه ويلا نمشيو للفيديو من غير ما نطول عليك. طبعا عملية حساب السعرات الحرارية في الأكل هي عملية بسيطة جدا وغير معقدة. كل ما عليك فعله لمعرفة عدد السعرات في وجبة معينة هو خطوتين فقط. الخطوة الأولى معرفة الوزن أو كمية الطعام الموجودة في الطبق. وطبعا لمعرفة وزن كمية الطعام الموجودة في الأكل عليك استخدام الميزان الرقمي، وهو الذي يعطيك تقريبا الوزن الجيد والصحيح. والخطوة الثانية هي معرفة السعرات الحرارية في كل 100 جرام من الأكل. ولديك خيارين، هو أن تستعمل التطبيق ماي فيتنس بال أو تذهب إلى البحث في جوجل. وطبعا الأفضل هو أن تستخدم تطبيق ماي فيتنس بال. والعيب الوحيد في هذا التطبيق هو اللغة الإنجليزية، واللغة العربية ليست متوفرة فيه، ولكن هذا ليس أمر صعب وبسيط جدا وسهل للتعامل مع هذا التطبيق. وطبعا إن لم تفهم كلمة معينة فتذهب إلى ترجمة من خلال جوجل. لنضرب مثلا أني قمت بتحضير وجبة الغداء دجاج مشوي مع الرز الأبيض، ولمعرفة السعرات الحرارية في هذه الوجبة عليك تطبيق الخطوتان اللتان تكلمنا عليهما في أول الفيديو، وهو أولا معرفة وزن الدجاج والرز الأبيض، وثانيا حساب السعرات الحرارية لهذه الأكلة. لنفترض أني وزنت الدجاج وكان عندي 100 جرام من الدجاج، ووزنت الرز الأبيض فكان عندي 250 جرام. والخطوة الثانية سوف ننطلق إلى التطبيق ماي فيتنس بال. أولا نذهب إلى اليومي، ثم نضع في خانة البحث نضع الرز الأبيض، نكتب white rice، ثم نختار هذا الأول بالعلامة الخضراء white rice. وبما أنه لدينا 250 جرام سنضع 2.5 ونضغط على علامة الصح من فوق ونجد أنه لدينا 400 سعرة. ونفعل الأمر نفسه مع الدجاج ونكتب هنا في خانة البحث نكتب chicken يعني الدجاج، وسوف نختار الخيار الأول grill chicken بما أنه لدينا الدجاج المشوي، ثم نضغط على الخيار الأول. وبما أنه لدينا 100 جرام من الدجاج سوف نغير نضع 100 جرام، ثم نضغط على علامة الصح من فوق وبالتالي نجد أنه لدينا 500 سعرة حرارية لهذه الوجبة. طبعا هناك الأكلات المعقدة، مثلا نفترض أنني أردت أن أعمل كيك صحي، ولكي أعرف السعرات الحرارية في هذه الكيكة فقط ما عليك تحسب السعرات الحرارية للمكونات التي صنعت منها هذه الكيكة. لنفترض أني استعملت في صنع هذه الكيكة بيضتان و200 جرام من الدقيق و 20 جرام من البندق وسكوب بروتين وكوب حليب. فقط ما عليك فعله في هذه المرحلة أن تحسب السعرات الحرارية لهذه المكونات وتجمعها مع بعض لتعرف السعرات الحرارية الجملية لهذه الكيكة. وبهكذا نصلنا إلى نهاية الفيديو. فقط أصدقائي نقول لكم السلام عليكم وإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم.